Fiche, fiche. Fiche. Stanna. Oh! 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 ثقيل ثقيل! تتوقع هو؟ إلا إلا مسك 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 جا 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 وصل تحدي المليونين وكده وصلنا التحدي 2 مليون انا وعدتكم كل مليون اشترك حنجيب حيوان غريب هذه المره قرش واضطريت اني اطلع برا السعوديه عشان اسوي التحدي ده القرش هذا كان وزنه 12 فوق ال 12 كيلو قبل ما طبخناه الرز عندنا فوق 2 كيلو هنا ما في تشهيه ما في عسل ما في كاتشب ما في باربيكيو هنا في تحدي بسم الله الرحمن الرحيم اتس طامجه تايم خلينا نوخر ده ما اعرف ليش ادوني طماطم وحابين نشكر المطعم صراحه ابدعوا في القرش يعني انا ما توقعت انه حيكون بدا الشكل وال يعني ما انتوا عارفين انه قرش بس هنا شوفوا عينه وسنونه هنا اهي شوفوا يلا او ماي جاد انا حتعذب اوكي انا مره ما حستمتع في ذا التحدي نوب ما في اي متعه I knew this love was true, but... ليه ما سوينا خروفين؟ آه لا 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 أوكي جلد هو شوف الطعم قريب من السمك بس الصراحة القرش يعني فيه أوصال كده فيه له ما هو من الطبخ ما هو من القرش كده لحمته شوية فيها طعم ما هو لذيذ ما اعرف ايش اقول عليه هذا كانه دوبه طالع من البنجرة اللقمه هذه كاني دوبي شميت ريحه البنجرة ودخلت في فمي بصراحه هني مطعم زافور لانه هو ابدع في موضوع التبهير والنكهه مره رهيبه حقت البهارات والاشياء اللي استعملوها بس من ناحيه القرش ما هو بيدهم ابدا ولعلمكم 12 كيلو لما نقول للقرش غير عن الخروف الخروف العظم والشحم وهذه الاشياء مره كثير وزنها هنا ما في غير العظمه هذه اللي في النص وهذه وزنها مره خفيف فاللي حيصفالي من اللحم مره كثير الرز مره لذيذ هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اقول لكم عليه والله مشكله كل ما اجي اخلص وصله الاقي وصله اكبر تحتها الرز عندي اطعم حاجه في الدنيا دحين ما انتم شايفين كميه اللحم اللي بيطلع لي هنا من الجنب هذه فقره الظهر العظمه اوكي طلعناها شوفوا هذا كله عشان اوريكم هذه العظمه اللي طلعت هذا كله لحم هذا كله لحم العظمه ما توزن ولا كيلو كلها في القرش اوه شوت شيء ثاني اللي يميز القرش ما في شوك صراحة أول مرة أسوي تحدي ومرة ما أستمتع فيه ما في أي متعة في ذا التحدي المشكلة في أوصال من اللحم بتيجي سودة هذه الأوصال مرة ما أقدر أوصفها لو سمحت تحدي 3 مليون يكون شيء لذيذ ما أبغى شيء غريب تخيل نفسي باكل لحم مدخن مع عسل وباربيكيو مرة ما في أي لحم في الموضوع كمية مرة كبيرة مرة كبيرة أوه يا أخي يشبه الناجر يشبه الحرير كان شفت لي حبة ناجر مرة كبيرة وأكلتها أوه
سيء سيء، ماني عارف اتكلم صراحة، الموضوع ما هو مخليني اعرف اتكلم. تعال قوم تروش قوم تروش. شوف اه سلطان ليش خطبنا يعني ليش خطبنا ايش في موضوع مهم اتاكد انا عارف انا عارف ايش حبيبي زبد هذا هو تحدي 2 مليون واو ايش دقيقه ايش في انت تبي تاكل طيب عشان في موضوع لازم اكلمك لازم اكلمك ايش في في موضوع بكلمك طيب كلم اجيب شوك وارجع طب اتكلم لا تعال انت بتكلم فاهم دمك ناتف قرش في يدك خلاص 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 حيصير في كل فروع لولو حول المملكة العربية السعودية في كل فروع تعرف كم فرع عندهم؟ كم؟ 16 فرع وبما انه نحن بنقلد على اتعب معاهم انت قاعد تاكل وبما انه نحن بنلقى تصبيط جبنا للناس عروض مرة جميلة اول شيء عندهم 1500 عربية مجانا ما باكل اه 1500 عربية مجانا طيب جبنا عربية مجانا دروح احط هذا كله احط الاكل في مو اكل انت كنت تفكيرك اكل ايش فين؟ تيجي تروح تقضي تروح توقف ممكن يجي ينور نور انت فزت معنا خلاص ما تدفع تاخذ عربية وتمشي طيب حط الاكل في العربية مو الاكل جاهز اه
تقضي البيت ده. ما بقضي باكل انا. وفي شيء ثاني كمان. ايش؟ عندهم مسابقات ممكن تسجل فيها ريكورد في جينيس، يدوك جائزة من جينيس. يعني كل يوم. عشان اكل بسرعة كده بفوز. اشياء بسرعة 100 طب انا بدي اشتري. لا. ليه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ ليه حتاكلني بعد شوية ملاكل؟ والشيء الأخير عندهم أسعار مرة جميلة. الإيفنت حيكون شغال من يوم 24/3 إلى 6 أبريل بكل فروع له حول المملكة. أنت معايا؟ بعدين تعال. معاك. ركبت أم الدولة، بعدين ضيعت أم المفاجأة، واحد ما يعرفش. المفاجأة هذه؟ استنى. تعال. أبو ما أبغى أنا أبقى. تعال. استنى. يا ريت أنت. أنا غلطان أصلاً. وهذا غلط. أنا ماني شايف. لا تتنفس كمان. لا تتحرك. بحكوا الهادي. قررت لك خربت أم الأكل. إحنا شو أقول للناس؟ جيب لي واحدة ثانية بالله. جيب لك واحدة ثانية. لا تتحرك. جيب لي واحدة ثانية. هذه هي المفاجأة. رفشت أنا. كل شوية تغطي لي عيني وتسحب مني الأكل. إيش هذا الصوت؟ إيش هذا الصوت؟ مبروك 2 مليون. أما كذا؟ والله. دقيقة يخلص أول. مش قبل ما نبدأ نغني. عقد لسه شغالة. يلا واحد اثنين اتمنى اغنية. لا بلا حول. ما في اغنية؟ لا ما في اغنية. شكرا ل 2 مليون. دقيقة ودي اقول شعر. عززوني يا شباب. انت زعلان. اصبر شعر. يقول سحسين الملايين طالع طالع طهمجه واكل وتحدي وتشهي الناس كمان كمان. مبروك عليك ال 2 مليون متابع. لك التوفيق يا وحش هذا الزمان. وعلى قولة محمد رمضان انا ملك الغابة شايفه قطه يا مان. يا مان طيب نسينا نقول لهم بمناسبة الاحتفال هذا قبل نتكلم معهم دحين يوم 28 اللي حيكون يوم الخميس حنكون في الشاطئ مول في لولو هايبر ماركت في الدمام ويوم الجمعة في الرياض حنكون في أطياف مول في لولو هايبر ماركت تعالوا قابلونا هنا في اليرموك طيب في الرياض خلاص هم عارفين أهل الرياض يعرفوا طولنا الحلقة ولا تنسوا يوم السبت في جدة ولا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب وشكرا لاثنين مليون اخ واخت وعمه وعم ما تجوزت متى حتجوز على 5 مليون معاكم سحس وصلنا 5 مليون متابع راح اتجوز معاكم سحس وسلطان في امان الله خلص الكفه جيبوا كراسي والله صاحب انا كراسي بالله كراسي ترى تقدروا تصفقوا عادي يا نفع والله عادي ترى نقدر 2 مليون ترى والله كثير يمين بالله كثير صفقوا لنا يا والله I can only imagine. You already taken.